عم محمد معانا يا جماعه، جلطه في المخ جالي بعد اسبوعين من الجلطه. انا ما رضيتش انا اللي صوره زي ما بصور الناس، انا صممت اطلع معاه عشان اوريكم ان العيان اللي بيبتدي بدري بعد اسبوعين من الجلطه ما شاء الله. لا هو كمان ما كانش جلطه، ده كان نزيف في المخ. انا شفت الاشعه بتاعته كان نزيف في المخ، ونزيف في المخ احنا عارفين طبعا زي ما شرحنا في فيديوهاته وفي حلقات تلفزيونيه كتير، ان نزيف المخ بيبقى اصعب من الجلطه كمان. ومع ذلك لما العيان جه وابتدى بدري احنا هنوريكم النتيجه ما شاء الله. اللهم بارك، ربنا يا رب يكمل شفاه على خير. احنا بقالنا قد ايه كده مع بعض؟ بقالنا اسبوعين يا جماعه، والجلطه جات له هو جاي بعد ما جاله نزيف المخ باسبوعين. عايزه اوريكم النتيجه. انا اولا ولا احتاج حقني عيوني لان اصلا ما كانش عنده تيبس فما حقنهوش، ولا محتاجين جبيره يلبسها، ولا محتاجين اي حاجه. وتقريبا بدانا نرجع للنورمال، احنا لسه في اسبوعين، لسه مكملين ان شاء الله لحد ما يبقى كويس خالص. يلا يا محمد وري الناس لما نبتدي بدري. طبعا هو كان جاي لي يا جماعه على كرسي متحرك متشال، مش جاي لي مش عشان انتوا شايفينه ماشي دلوقتي، هو حرفيا جاي لي العيان سامعني واهله موجودين سامعيني، هو كان جاي لي متشال على كرسي متحرك بعد اسبوعين ما شاء الله. العيان ماشي عشان ابتدى بدري، بعد اسبوعين العيان ما شاء الله ماشي لوحده. عايزين بقى نحرك الايد اللي فيها المشكله. طبعا دي ما كانش فيها حركه، كان بيقولوا هيمشي. طب هيقف يا دكتوره؟ طب هيمشي بعكاز يا دكتوره؟ طب يعني هيقدر يسند نفسه ويرجع شغله؟ انا بوريكم يا جماعه ان احنا عشان ابتدينا بدري بعد اسبوعين من المشكله وصلنا لايه ما شاء الله. عايزك تحرك ايدك وانت واقف بقى يا عم محمد، فوق للجنب، نقفل ونفتح. طبعا انتوا عارفين التيبس اللي بيحصل هنا، الناس اللي عندهم جلطات فاهمين تنامي كويس. اثني وافرد. احنا كان كل ده حرفيا الناحيه اليمين دي كانت مش شغاله يا جماعه خالص، شلل تام. بعد اسبوعين من العلاج ما شاء الله وصلنا كده. كل ده عشان ابتدينا بدري، مش كده دايما بقول لكم الست شهور الاولانيين مهمين، وافضل اقول لكم كل ما نبتدي بدري يكون احسن عشان النيورال بلاستيستي بتكون اقوى. العيان الخلايا بتقدر تعيد ترتيب نفسها من اول وجديد، بيحصل حاجه اسمها نيرف سبراوتنج، بيحصل بتفرعات جديده. المخ اصلا لسه ما نسيش الحركه، فسهل ان انا اعمل كونكشن ما بين المخ والعضلات. هو جاي ما بيتحركش تماما، كانوا اهله كانوا قلقانين جدا بيقولوا لي هيتحرك ازاي. في خلايا سبحان الله بتبقى سايلنت في المخ، ممكن تاخد وظيفه الخلايا المصابه، المواصلات العصبيه كميتها بتزيد او كفاءتها بتتحسن. كل ده مع العلاج المكثف. احنا بنشتغل مع علاج مكثف حوالي 6 ساعات يوميا، وصلنا للنتيجه دي في اسبوعين. انا كل النصيحه اللي انا حبيت اقدمها مع العيان ده، مش انا اللي اصوره الفيديو، انا اطلع معاه في الفيديو. تعالى يا عم محمد، شايفين ماشي لوحده، كانوا قلقانين جدا. معقوله طب يمشي بعكاز حتى؟ احنا موافقين. قلت لهم لا هيمشي لوحده طالما بادئين بدري. اتمنى ان كل الناس اللي عندها جلطات في المخ او جالها نزيف في المخ كل يوم بدري، والله يا جماعه بيفرق.